زي ما حضراتكم شفتوا كده توقعات الجمهور لمباراة غد، الناس كلها منتظرة إن شاء الله يكون في فوز لفريقنا بإذن الله، لأن إحنا بنتكلم هنا لا بديل بقى عن الفوز، هو ده الشعار أو شعار الأهلي في المباراة الغد أمام فيتا كلوب، وعشان نحقق ده لازم كمان إن إحنا نتجنب الأخطاء ونلعب بشخصية وروح الفانيلا الحمراء. مهم جدا إن إحنا نعرف كواليس والاستعدادات وإيه الخطورة اللي متوقعة وإيه الأخطاء اللي إحنا المفروض إن إحنا ما نكررهاش مرة تانية. خلينا نحلل كل ده مع ضيفنا العزيز جدا الناقد الرياضي كريم سعيد رئيس تحرير يلا كورة. صباح الفل والنصر يا رب إن شاء الله. صباح الخير يا نواندو، صباح الخير يا كريم، وصباح الخير لكل مشاهدي قناة الأهلي. صباح الفل عليك وسعداء كالعادة بوجودك معانا. ونبتدي بقى كلامنا برضو بالنقطة اللي كنا اتكلمنا معاك فيها قبل كده، رجعنا لها مرة تانية، فكرة التوقيت اللي هتتلعب فيه المباراة والملابسات الجوية المحيطة بهذه المباراة، إلى أي درجة أنت مطمئن على الأداء؟ مطمئن للنتيجة؟ وطبعا احنا قلنا بعد مباراة سيمبا ان مشكلتنا ما كانتش مشكلة فنية بالقدر الكبير، ان هو مشكلة لعب الماتشات الساعة 3، وذكرنا احصائية في خلال اخر سنتين نادي الاهلي لعب 10 مباريات في افريقيا الساعة 3 العصر، كسب واحدة، اتعادل واحدة، وخسر 8، وبالتالي احنا واضح ان احنا عندنا مشكلة في مباراة الساعة 3 بعيدا عن القايمه، لان اكيد قايمه النادي الاهلي واللعيبه والمدربين الفنيين اتغيروا على مدار السنتين طبعا الاخيرتين، وبالتالي ماتش سيمبا لحد ما طبعا كان في بعض المشاكل الخاصه بالنقطه دي. وانا قلت ان فلوران ايبانجي المدير الفني فيتا كلوب، احنا بقينا ماتشين في المجموعه دي، ماتش قدام فيتا كلوب وماتش قدام المريخ السوداني. للامانه المريخ السوداني بيلعب 3، يعني هم عندهم بعض الامور في ماتشات بالليل وبيلعبوا فعلا الساعه 3 العصر، وفعلا هم لعبوا سيمبا الساعة 3 العصر ولعبوا فيتا كلوب الساعة 3 العصر، وبالتالي المريخ احنا كده هنلعبه 3 العصر، ده احنا عارفينه. فيتا كلوب احنا اوريدي لعبناهم في 2019 لما كان النادي الاهلي مع لاسارتي، ففيتا كلوب اصلا بيلعبوا الساعة 5 و6 اصلا، ده توقيتهم المعتاد، ومصر حتى لما بتلعب الكونغو الديمقراطية في كل مبارياتها الرسمية كنا بنلعب الساعة 5 والساعة 6. هو الراجل اختار الساعة 3 العصر لأن هو واضح إن المعلومة بدأت تبقى مفهومة للأندية في أفريقيا إن النادي الأهلي بيحب يلعب 5 و7، فيلا نلعبه الساعة 3. طيب إحنا محتاجين نعمل إيه؟ إحنا محتاجين نبقى عارفين كويس إزاي نتفادى مشاكل لعب الساعة 3 العصر، بعيدًا بقى عن الأمور التكتيكية والفنية، لأن فعلًا الأمور التكتيكية والفنية إحنا شفنا مباراة فيتا كلوب ينول التعادل 2-2 كان في فجوة شاسعة ما بين الفرقتين، إحنا ضايعين أكثر من 15 فرصة محققة على مدار الشوطين. والناس بتسمعنا ممكن يتبادر لذهن البعض منهم على الأقل فكرة إن الفرق للدرجات دي كبير بيننا لما نلعب ماتش الساعة 3 والساعة 7، ما اللي بيلعب حلو الساعة 7 هيلعب حلو الساعة 3. لا لا لا. وضح لنا بقى. نوضحها بمثل بسيط عشان الناس يبقوا فاهمين الموضوع. الناس اللي بيحبوا يروحوا الجيم، وطبعا يعني موضوع الرياضه دلوقتي بعد كورونا بقى منتشر كتير جدا، الناس حابه ان هي صحتها تبقى كويسه والمناعه تبقى كويسه، فعلا لو انت مثبت ميعادك انك بتروح الجيم من بعد الساعه 5 بالليل، ودايما بتروح الجيم من 5 مثلا من 5 ل 10 بالليل، وبتتدرب كده لمده ليتس سي مثلا 3 شهور، لو انا جيت فجأة قلت لك بكرة انت هتتمرن الساعة 12 الظهر، فلو انت كنت بتتمرن الساعة 5 او الساعة 6 او الساعة 7 ممكن تقوم من النوم زي ما انت عايز، ليه تمرينك الساعة 5 كده كده انت هتاكل وهتوقف اكلك قبل التمرين بساعتين فمعاك مساحة وقت، لكن لما بتضر لك الميعاد ايه اللي هيحصل؟ انت هتضطر قبلها بيوم هتنام بدري عشان تاخد لك قسط من الراحه عشان تعمل مجهود التمرين الاخير، كل حاجه هتختلف. والفطار. يعني والفطار هتفطر امتى؟ لو انت هتتمرن الساعه 12 او الساعه 1 فانت لازم توقف اكل من الساعه 11 ولازم تاكل عشان يبقى انت واكل كويس ورايح تعمل مجهود. فهي الفكره يا كريم في حده توزيع الوقت، هي الفكره مش بس الماتش الساعه 3، لا احنا ما بنقولش ماتش 3 وخلاص، ان انت ما بتقومش من النوم وتروح تلعب الماتش، لا انت بتنزل الاحماء الساعه 2، ما دام نزلت الاحماء الساعه 2 فاكيد الدكتور بتاع الفريق هيوقف الاكل للفرقه قبلها بساعتين او 3 ساعات. طيب يبقى كده احنا هنفطر الساعه كام؟ طيب هنقوم من النوم بقى الساعه كام؟ فانت كل ده انت عمال كل ده هيتاثر تبدر. وعشان كده بيتسو موسيماني يوم السبت قبل ما الفريق يستقل الطائره ويسافر للكونغو كينشاسا خلى المران في اليوم ده
كان الساعة 9 الصبح. يعني يوميها كنت يعني بالصدفة كان بنتي عندها تمرين في الجزيرة، فأنا رايح الصبح دخلتها التمرين وشفت الفرقة وهي نازلة ملعب التتش الساعة 9 الصبح. فده يبين لنا إن الجهاز الفني واخد باله من النقطة دي وبيحاول على قد ما يقدر إن هو يوازن ما بين الماتشات المحلية اللي بنلعبها. إحنا لاعبين يوم الأربعاء 7:30 وفي برج العرب، وبترجع طريق طويل من السفر. يوم الخميس لازم تريح، لازم تعمل استشفاء. يوم الجمعه محتاج انك تتدرب عشان انت عندك ماتش يوم الثلاثاء، يوم السبت مسافر. ففعلا اللعيبه يا عيني عندهم ضغط جهد فظيع، انا فعلا مشفق عليهم. ولكن يعني ده حال لاعب النادي الاهلي، يجب ان انت تبقى مستعد لكل التاسكات المقابله. وهل التاثير ده يعني احنا عشان برضو الناس تبقى عارفه مش بس بيختص بالنادي الاهلي، يعني ممكن نقول لعيبه مثلا حتى اللي هم واخدين على ليتس سي مثلا بروده شديده او جو يعني قارس بيلعبوا فيه، غير لما يجوا يلعبوا مثلا في جو صحراوي 38 درجه او 36، برضو اكيد التاثير بشكل طبيعي برضو بيبقى ليه تاثير كبير. فده حال يعني بنتكلم اللعيبه كلهم في العالم. اللي اكد كلامك يا نهواند هو تصريح فلوران بانجي امبارح المدير الفني لفيتا كلوب لما طلع قال بالليل، يعني قالها بصيغه انا هاخدها بصيغه تنافسيه، يعني مش بعض الناس زعلوا، انا ما زعلتش من الراجل. هو الراجل قال انتوا عارفين ان احنا بنلعب في جو حر وبنحب نلعب الصبح، فانتوا شدتونا نلعب بالليل. هو ارجع اداء فيتا كلوب السيء لان هو لعب بالليل ولعب في جو لطيف، هو ارجع هو يعني هو طبعا هو حر في وجهه نظره ونحترمها. فقال اوكي زي ما انتم عملتوا معانا كده في مصر احنا هنعمل معاكم كده في كينشاسا، هنلعبكم الساعه 3 العصر في الوقت اللي احنا يناسبنا وفي الظروف اللي تناسبنا، واحنا دايما بنلعب في الوقت ده افضل. فاللي بياكد كلامك ان موضوع الطقس وموضوع الرطوبه، اللي بيحب الكوره في امريكا اللاتينيه بوليفيا، احنا عارفين ان بوليفيا مرتفع عن سطح البحر بارتفاع عالي جدا، وبالتالي في نقص اكسجين واضح وشديد، وبالتالي منتخبات امريكا الجنوبيه حتى البرازيل والارجنتين لما بيروحوا يلعبوا في بوليفيا بيعانوا بسبب نقص الاكسجين. وطبعا كلنا فاكرين مباراه الارجنتين الشهيره لما اتغلبوا ستة من بوليفيا. ليه؟ مش عشان فنيات، عشان الوضع بتاعي جويات. جويات بالظبط. انا في ال 90 دقيقه دي اخري هلعب ربع ساعه ثلث ساعه، جسمي مش هيقدر يستحمل نقص الاكسجين الوقت الكبير ده. بالظبط بالظبط زي اللي بيسافر المملكه العربيه السعوديه عشان يعملوا مناسك العمره، وانت في مكه حاجه وانت في المدينه حاجه تانية. المدينه مرتفعه، فالمدينه فعلا اللي عنده مشاكل في التنفس او شيء بيحس بيها، لكن في مكه الدنيا اقل شويه. تعال بقى نتكلم عن اللعب نفسه. يلا بينا. متخيل ان الحكايه هتبتدي بهجوم وضغط، ولا هتبتدي بحذر دفاعي واعتماد الى حد ما على الهجمات المرتده، ولا في مساحه لخطه ثالثه او لفكر ثالث احنا ما خطرناش على بال؟ اعتقد واحده من النقط اللي انا بحبها في موسيماني ان هو لما بيتعرض لتجربه سلبيه بيدرسها كويس ويجدد ويصلح. ودي مثلا بيتسو موسيماني في الكاس اللي فات النادي الاهلي لعب الاتحاد السكندري في السيمي فاينل، وكان اول مره بيتسو موسيماني لاعب فرقه بيديرها الكابتن حسام حسن. المباراه دي كانت صعبه جدا 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 على النادي الاهلي، انها كانت جايه بعد يعني فتره فرحه وتاهل وكده، ولعب المباراه دي تحت ضغط شديد. اللعيبه في المباراه دي النادي الاتحاد السكندري قدر يضغط النادي الاهلي بشكل كبير جدا طوال 90 دقيقه، وتقدم في النتيجه قبل ما النادي الاهلي في نهايه المباراه يدرك التعادل بجون قفشه، بعد كده يجيب حمدي فتحي الهدف من ضربه راسيه. المباراه دي كانت 2-1 للنادي الاهلي وتاهل للفاينل، بس المباراه كانت صعبه جدا 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 فنيا في الملعب. طيب بيتسو موسيماني لاعب نفس الفرقه بالظبط بنفس الجهاز الفني بنفس الظروف بنفس كل شيء في الدوري في الاسبوع الثالث للدوري الموسم الحالي، شفنا اداء مغاير وشفنا تاكتيك مختلف. ليه؟ بيتسو موسيماني خد شريط المباراه الاولى درسه صلح واشتغل عليه وبدا يصلح، ودي واحده من النقط اللي انا بشوفها ايجابيه في بيتسو موسيماني، وبتخليني دايما انا اقول لازم الراجل يبقى في صبر عليه. ليه؟ اللي هو لسه بيجمع معلومات. يعني المشاهدين وهم بيتفرجوا على المباراه هم اصلا شافوا الاتحاد السكندري مليون مره، لكن بيتسو موسيماني ما شافهمش غير مرتين. صحيح. فما نقولش ان هو عشان هو مدير فني للاهلي هو عارف بكل بواطن الامور، لا هو برده الراجل زي ما دايما بقول اللاعب زي ما بيتعلم وبيتطور المدير الفني برده عنده مساحه تعلم وتطور.
فانا متخيل ان بيتسو موسيماني والجهاز الفني ومحللين الاداء في النادي الاهلي مسكوا ماتش 2-2 ده اتفرجوا عليه ازيد من 4-5 مرات وبداوا يدرسوا اسلوب فيتا كلوب وطريقه اللعب. ونضيف على كده ان فيتا كلوب طبعا هيبقى هو عليه ضغط شويه، مباراه على ملعبه وهو طبعا في المنافسه معانا وعايز يتاهل وعايز يكسب، فبالتالي الخطوط هتتفتح اكتر. وبالتالي اتمنى انا على المستوى الشخصي يا كريم، اتمنى على المستوى الشخصي ان احنا من دقيقه واحد من دقيقه واحد ننزل مهاجمين وضعا في الاعتبار نبقى مستعدين طبعا بدنيا ونفسيا للمباراه. بص انا كنت اصلا هسالك في النقطه دي بعد ما نرجع من فاصل، احنا لازم نطلع فاصل، هل احنا مفروض نحقق اهداف من الدقائق الاولى زي ما احنا متعودين دايما مع الاهلي، ويمكن ده كمان لو حصل يؤثر ايجابيا على الفريق بتاعنا وربما سلبيا على الفريق الاخر، يبقى ده لصالحنا يعني. خلينا نعرف مزيد من التفاصيل بس بعد ما نرجع فاصل سريع ونرجع نكمل. الأهلي وفيتا كلوب غدا أكيد مباراة يعني كلنا منتظرينها، وأكيد أملنا كبير في الفريق إن شاء الله الفوز يكون أهلاوي. بنحلل مع حضرتك أستاذ كريم لسه، والسؤال كان كالتالي، إحنا دلوقتي كفريق الأهلي الأفضل لنا إن إحنا نبدأ نهاجم من الدقائق الأولى علشان كمان نفتح لنفسنا مساحة أكبر وفي نفس الوقت يكون تأثيرها إيجابي على اللعيبة، ولا المفروض الموضوع يتم إزاي؟ أنا في وجهة نظري هواند إن إحنا محتاجين نستغل كل ثانية في المباراة وما تتقسمش زي مباراة سيمبا. بمعنى مباراة سيمبا موسيماني بدا المباراه بخطه اقرب الى 4-3-2-1 وكان مقسم المباراه، هو قال انا اول نص ساعه هبدا استحوذ على نص الملعب واعتمد بس على يعني ثلاثي هجومي بدون بلاي ميكر، وقفش ما بداش المباراه دي، وابدا النهارده استغل النهارده نعمل زحمه في وسط الملعب وابدا اخر لغايه لما لعبتي تمتص الضغط الجماهيري وتمتص الاجواء ونتعود عليها. وكمان هو حتى بدا بمجموعه اللاعبين ذوي البشره السمراء عشان يتحملوا درجه الحراره العاليه. لكن ماتش سيمبا كان يستحمل ان احنا نقسمه، وممكن لحد ما لو ما كسبناش نطلع بنقطه التعادل مش وحش. الوقت الحالي وبعد النتائج بعد الهزيمه من سيمبا وبعد التعادل مع فيتا كلوب، احنا ما عندناش رفاهيه نضيع وقت. صحيح. ما عندناش الرفاهيه دي بصراحه، ولا نجرب بالظبط ولا نقسم. وبالتالي احنا محتاجين ان احنا نلعب بشكل ضاغط من بدايه المباراه بشكل اشبه، بشكل في وجهه نظري بشكل اشبه للطريقه اللي بدا بيها بيتسو موسيماني مباراه الوداد المغربي في سيمي فاينال السنه اللي فاتت في الذهاب. احنا رحنا لعبنا الوداد في المغرب والجميع توقع ان النادي الاهلي هينزل متوازن شويه ويكتر لعيبه في نص الملعب، لكن بيتسو موسيماني فاجئ الوداد هنا من الدقيقه الاولى، انا نازل اضغط عليك بطول الملعب، وحتى قفشه في اول 10 دقائق خطف الكوره وقدر ان هو يجيب هدف التقدم. وبالتالي انا بشوف ان مباراه فيتا كلوب محتاجه شكل زي الشكل اللي احنا لعبنا بيه قدام الوداد. حلو. طيب على ذكر بقى خط الهجوم بصفه خاصه، يعني في ناس بتقول لك ايه يفضل ان يتم الدفع بمحمد شريف منذ اللحظه الاولى للمباراه، وناس ثانيه بتقول ان لا برضو ممكن تكون البدايه ببواليا مبدئيا ونشوف الدنيا هتمشي معاه ازاي. حتى على صعيد مروان محسن بعد طبعا تألقه اكيد في مباراه الذهاب بصفه خاصه بعد ما نزل في الشوط الثاني والاسماعيلي بطبيعه الحال، فرجعت الانظار تتجه مره ثانيه الى مروان محسن. البعض شايف انه ينزل من اول لحظه، والبعض شايف انه يفضل معانا ككارت وبديل مفيد وفاعل عند اللزوم يتم استخدامه. الحسبه دي لو انت مكان المدير الفني، القرار بيتاخد بناء على ايه؟ ان انا ابتدي بسين او بصاد او بعيد؟ طبعا بيرجع لعوامل كثيره اخرى المدير الفني بس بيبقى شايفها، الحاله البدنيه للعيب، تناسب وتناسق اللاعب مع خطه اللعب والتكتيك اللي انا بلعب بيه. الامر يعني معقد شويه عن الامر ما بيتحسبه الجماهير، طبعا الجماهير ليها كامل الحريه وكامل الاحترام لكل وجهات النظر المختلفه، ودردشه الكوره كلنا عارفين بتسمح ب تناول اكثر من راي. ولكن في الوقت الحالي انا اشوف ان بيتسو موسيماني ماشي بشكل جيد في نقطه تثبيت تشكيل فريق الاهلي في الفتره الجايه، لان الاهلي محتاج ان الفرقه تلعب مع بعض، المجموعه الاساسيه تتثبت على قدر الامكان، وضعا طبعا في الاعتبار ان ساعات بيجي لك اصابات، ساعات بيجي لك ايقافات. فبعيد عن هذه الامور انا شايف بيتسو موسيماني بيحاول على قد ما يقدر انه يثبت التشكيل، وبالفعل احنا في اخر ماتشين شايفين ان في 90% من الاسماء اللي بيتم اختيارها هي وتم تثبيتها. وبالتالي اشوف مثلا
ثنائيه خط الوسط في وجهه نظري الشخصيه طالما ان اليو ديانج وعمرو السوليه بدنيا كويسين هم اللي يبداوا مواصله للاسلوب اللي احنا شايفينه في اخر ماتشين. طيب المركز الثاني فيه شويه جدل يا كريم زي ما انت تفضلت وقلت، هو مركز راس الحربه الصريح في وجهه نظري محتاجين نمشي زي ما احنا، ومحمد شريف يفضل هو المهاجم الاساسي اللي بيلعب. طبعا والتر بول بيحاول يقدم مستويات جيده، ومروان محسن طبعا نقطه اهو عشان نبقى واضحين فيها، مروان محسن يمتلك امكانيات صحيح جميله صحيح. امكانيات رائعه طبعا، لكن يجب توظيفها بشكل جيد عشان هو يظهر بشكل جيد. فمروان محسن امتى بيتوظف بشكل رائع؟ لما النادي الاهلي بيغير طريقه لعبه في الشوط الثاني ويلعب باثنين رؤوس حربه، وده قلناه حتى في ماتش سيمبا، لو كان محمد شريف مروان محسن نزلوا بدري شويه عن الدقيقه 75 كان برافو عليك كان ممكن خدوا مساحه وقت اطول وقدروا ان هم يجيبوا هدف التعادل. بس طب انا عندي سؤال، ويمكن ده برضو ناس كتير هتبقى محتاجه تفهم هنحلها ازاي هذه المشكله. نعم. دلوقتي عندنا ازمه الى حد ما ظهرت في كذا مباراه اخيره، فكره الفاينل تاتش. نعم. ممكن تكون بتلعب لعب كويس جدا، ممكن الخطه تبقى اكثر من رائعه، ويمكن يبقى فيه يعني تناغم حلو جدا في الملعب، ولكن نعم. انا ما بجيبش جول صحيح. فهل حضرتك كده بصراحة شايف ان ممكن نتغلب على هذه يعني المشكلة في المباراة القادمة؟ لان زي ما احنا قلنا هنرجع نعيدها تاني، فيش بقى رفاهية حتى يعني نتمنى طب. التعادل حتى طب. انا بشوف ان هواند مسألة اضاعة الفرص هي من الامور السهل التعامل معاها. يعني عايز اقول حاجة، خلق الفرص في كرة القدم، خلق الفرصة اصعب من يعني من تسجيلها. انك تخلقي فرصة اصلا، خلق محاولة على المرمى اصعب من انك تحرزي الهدف. ليه؟ لان احراز الهدف يعني بيعتمد على عوامل كتيره، ممكن سوء توفيق، ممكن ان اللاعب مش في يوم، يعني فيها حاجات كتيره جدا. وكمان التعامل بتاعها سهل. بمعنى ايه؟ انا دلوقتي عندي مشكله مثلا مع وولتر بواليا، ضيع كذا انفراد في المباريات الاخيره، ودي عملت عامل نفسي عليه وكذا. فانا في التمرينات كل اللي هعمله ايه؟ هزود الجرعه بتاعه ان احط بواليا في الموقف ده مع محمد الشناوي كتير. يعني نفترض مثلا بواليا متعود في كل تمرينه بياخد 10 دقائق انفرادات على المرمى، ال 10 دقائق دول ممكن اخليهم نص ساعه، لو بياخد نص ساعه ممكن اخليهم ساعه، ممكن اخلي بواليا بعد نهايه التمرين يكمل هو في برايفت سيشن او يعني فقره خاصه ليه هو بس ويبدا يشتغل عليه. انما لو انت بقى عندك اصلا مشكله في صنع الفرص، فانت محتاجه هنا مشكله فين؟ في الفرقه كلها، انك عايز تعملي النهارده فاهم سيشن للتيم كله عشان نقدر النهارده نصنع فرص على المرمى. فانا بشوف ان اكيد بيتس موسيماني شغال الحته دي، وجزء منها خلي بالك مليون في الميه جزء منها نفسي طبعا طبعا. اللعيب احنا ما بنتكلمش برضو على لعيب مش محترف، وولتر بولي اكيد لعيب محترف ولعيب جيد، والفرصه بتاعه فيتا كلوب لو اتعادت 100 مره هيسجل، ما هو كما جت نفس الفرصه في ماتش المريخ واحرز منه. ولكن انا بشوف ان هو كان محتاج يا كريم يعني لحد ما يقعد شويه وقت، ومحتاج ان هو يريح شويه يقعد على الدكه، وبدل ما يبدا اساسي، ان هو لما بيبدا اساسي بيبقى واضح فيه ضغط عليه. طيب برضو على ذكر جمله اللاعب الجيد، هو مش اللاعب الجيد، انا مش بتكلم بقى على مباراه بكره، انا بتكلم من حيث المبدا نفسه. اللاعب الجيد بيبقى جيد في المباريات المحليه وبيبقى جيد في مباريات الافريقيه مثلا، ولا في لاعب بيبقى حلو محليا ومش قد كده مثلا قاريا او افريقيا، وفي العكس اللعيب اللي هو بيحلو اكتر لما بيكون المنافسه اشد والبطوله اعلى. شو هو الاكيد ان النسخه الاولى اللي انت قلتها موجوده، اللي هو ان اللاعب بيجيد على المستوى المحلي ولا يجيد على المستوى القاري، لان المنافسه على المستوى القاري فيها مشكلتين، انها مختلفه، ما بنقولش صعبه او سهله، هي مختلفه. يعني اللعب هنا مختلف عن اسلوب اللعب هنا. اللعب مثلا اللعب في افريقيا عشوائي بحت، بمعنى انك مش عارف اللعيبه بتجري ازاي. حتى احنا بنبص على الباسنج، اسلوب الباسنج في فرق افريقيا بنلاقيها مختلفه، ممكن تلاقيهم بيباصوا الكوره بقصبه الرجل، ما تفهمش هم ازاي بيعملوا كده. والله بجد انا ساعات بشوف، يعني مثلا هقول لك حاجه، دايما الفرق السودانيه عندهم اسلوب غريب جدا في التاكلينج، ما بيعملوش التاكلينج، ما بيعملوش الزحلقه عشان يخطف الكوره بالجنب زينا، لا بيعملها بالطول، بينزل بجيل الاثنين كده فعلا. عشنكار عدل. بالظبط، ما بقول لك كل يعني كل نادي وكل دوله ليها اسلوب لعب. فانا اول نقطه في اللعب القاري هو اسلوب مختلف عن اللي انت معتاد عليه.
الحاجه الثانيه اللياقه البدنيه، انك بتلاعب ناس اجسامها اقوى بكتير وبتلاعب ناس لياقتها البدنيه اعلى بكتير وعندها استمراريه، وبالتالي التحكيم صفاره الحكم في افريقيا مش سريعه زي عندنا. احنا عندنا في مصر لو اللعيب بس اتلمس كده الحكم هيصفر فاول، لكن بقول لك لعيبة يعني هنشوفها في ماتش المريخ هتشوف التاكلينج عامل ازاي، هتلاقي الحكم بلاي اون بلاي اون بلاي اون كمل كمل كمل، فانت كلاعب بتبقى قلقان انت ممكن تتصاب. فهي الفكره انا بشوف، لكن النسخه الثانيه مش هتلاقيها. ما ينفعش حد يجيد على المستوى الافريقي وما يجيدش على مستوى المحل، ده صعب، انا عمري ما شفتها. وبالتالي احنا دايما بنقول، انا دايما بقول ان اللاعب عشان يجيد نفس الاجاده اللي بيقدمها في الدوري المحلي لازم يهتم بجسمه، لازم يهتم بعضلاته عشان يبقى قادر على التنافس بعيدا عن المهاره، لان افريقيا دلوقتي ما فيهاش مهاره، افريقيا كلها النهارده قوه بدنيه وجري. شفنا فيتا كلوب رغم ان هم اتاخروا في النتيجه في الدقيقه 76 قدروا في اخر ربع ساعه ان هم يجروا، وطبعا ضربه الجزاء اكيد يعني ما كانتش صحيحه، ولكن كان عندهم القوه البدنيه ان هم يكملوا للدقيقه 90. انا عايز اروح معاك لنقطه ونتكلم فيها او نتناقش احنا الثلاثه كده بشكل شويه يعني مبسط علشان اللي بيتفرج علينا كمان. فكره هنا لو هنرجع بقى لمونديال العالم للانديه وفوزنا بالمركز الثالث والضغط اللي كان موجود وان احنا كل ثلاث ايام تقريبا كان بيبقى عندنا مباراه وكل مكان في حته مختلفه، كل مباراه في حته مختلفه، يعني كان في ضغط شديد. هل من الطبيعي جدا ان انا ارجع بعد كده يبقى مستوى الاهلي مقبول عندي ان هو اضعف من الاول؟ يعني لان برضو في ناس مش متقبله ده، بيقول لك لا بالعكس انت المفروض كنت ترجعوا اقوى من الاول. ما طبيعه الحال هم بشر، طبيعه الحال برضو دي كلها ليها تاثيرات على اللاعب، ما هو اللاعب ده برضو في مجهود بيبذله بيأثر على ادائه. نعم. فربما انا مش هقدر او انا يعني هروح للصوت ده اللي بيقول ده كان طبيعي، بس بعد كده بعد فتره صغيره المفروض ان الاداء يتحسن. بتشوفها ازاي دي؟ شوف يا استاذ الهوند، في فريق في اسبانيا اسمه اتلتيكو مدريد. انا بحب برشلونه. اتلتيكو مدريد في الدور الاول متقدم على برشلونه وعلى ريال مدريد في النقاط، في النقاط 17 نقطه. تمام. دور اول. اللي هيمسك جدول الدوري الاسباني، يمسك الجدول بتاع الليجا وهيبص على الجدول ده، ببساطه هيقول مين اللي هيكسب الدوري في اخر المسابقه؟ اتلتيكو مدريد. احنا النهارده تقريبا اعتقد في الاسبوع 27 او 26 في الدوري الاسباني، احب اقول لحضرتك ان الفرق ما بين اتلتيكو مدريد وبرشلونه اللي هو المفروض عنده ماتش النهارده اذا كسبه يبقى الفرق 4 نقاط. اتلتيكو مدريد من بدايه الدور الثاني في الدوري اللي هو بدا بعد الاسبوع ال 18 خسر 14 نقطه، وقدام ايه يعني سيبك حتى من التعادل مع ريال مدريد، خسر 12 نقطة قدام فرق من مؤخرة الجدول ومتوسط الجدول. بسبب ايه؟ بسبب لازم نحل، بسبب اتلتيكو مدريد اللي هم اكيد اكيد يعني بدنيا احسن من الاهلي، يعني اكيد يعني فنيا احسن من الاهلي وكل حاجة، كل حاجة الامكانيات هناك مختلفة. صحيح. ايه الازمة اللي حصلت لاتلتيكو مدريد؟ هي أزمة شبيهة باللي فيها النادي الاهلي، ان الدور الاول هو كان لسه مشاركته في دوري ابطال اوروبا ما فيهاش سرعه وما فيهاش قوه في الاداء، ما بيلعبش مباريات متتاليه وما بيلعبش، ما فيش ضغط ماتشات. اول ما اتلتيكو مدريد دخل في غمار دوري ابطال اوروبا وبدا يلعب على جبهتين بدات اللعيبه تستنزف بدنيا. اجبرت سيميوني ان هو يعمل ايه؟ لازم يريح، يعني في ماتش الدوري لازم اجي على نفسي واشيل بعض اللعيبه عشان انا عندي ماتش يوم الاربعاء مع تشيلسي عايزهم معايا، طب هعمل ايه؟ لازم اختار، ما ينفعش اخد الاثنين. فبدا يجي على مباريات الدوري، فالفريق اللي كان متقدم ب 17 نقطه خسر حوالي 14 نقطه، وعنده لسه ستيل مباراه فيس تو فيس مع برشلونه. فبالتالي ساعات بتيجي فتره ضغط لازم المتابعين يعرفوا ان دول بشر. بالظبط بالظبط، هي دي النقطه. هنعمل لهم يعني لازم غصب، يعني هديك مثلا، هو سيميوني مش بعد ما خسر مثلا النقطه السته وقف كده مع اللعيبه قال لهم يا جماعه الدوري بيروح احنا محتاجين نفوق يا جماعه يعني ربنا يكرمكم انا مستقبلي بيضيع؟ اكيد ده حصل. هل اللعيبه ذهنيا هتقول والله احنا مطمنين معاك، يعني احنا مش زعلانين، احنا نفسنا والله نكسب، بس احنا بدنيا مش قادرين، فاهماني؟ وارجع تاني للمثل بتاع الجيم،
انت ممكن تبقى عندك بيرسونال ترينر واقف معاكي بيقول لك يا استاذ انا هوان تعملي المجموعتين دول، فانت بتقولي انا بعرف اعملهم بس انا جسمانيا مش قادر ما اقدرش. بس ربنا يصلح الحال وان شاء الله يعني يخيب الظنون وكلنا نتفاجئ باداء استثنائي وبتاقلم استثنائي من لعيبه النادي الاهلي مع الاجواء اللي احنا خايفين منها. باذن الله. اشكرك نورتنا كالعاده. شكرا استاذ كريم.